بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدينا في باقة أفكار، أهلا وسهلا بيكم مع فكرة جديدة سهلة التطبيق ب10 جنيه بس. أنا اشتريت رول ستيكر واحد ولزقته على كل العدد ده من برطمانات الخزين والتوابل عندي في البيت وغيرت شكلها. طبعا النتيجة حلوة قوي، ان يبقى الشكل كله موحد. وبقى انا عملت كام برطمان من الصغير، انا عملت عدد 6 كمان 7 كمان معاهم الغطايا، ومن الكبير انا عملت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يعني 10 برطمانات كبيرة و7 عدد صغير. هو سهل جدا ان هو يتلزق. اهم حاجة وانا بلزقه ان انا اعمل تفريغ للهواء. لو انا هعمل مثلا الغطا بتاعي، بقيس الغطا بتاعي، اعمل دايرة على قد الغطا وزود عليها 1 سنتي زيادة، وبعدين بقص هنا افتح نص سنتي كده، وبعد كده بشيل الورقة دي عشان ألزق دي هنا. لما بلزق دي هنا أنا بفرغ الهواء كويس جدا، وبعد كده بلزق الجناب بتاعتها. هنشوف ده دلوقتي مع بعض. كده أنا عملت الدايرة بتاعت الغطا، قصقصت الحواف بتاعتها، هحطها كده دي. ألزق هنا الأول كويس قوي، أفرغ الهواء تمام. بعد كده لما بلزق كده اهو برضو بحاول أفرغ الهواء. كده انا استخدمتها كويس قوي، انا عملت البرطمان كله، الازازة والغطا. كده احنا خلصنا طقم التوابل والخزين بتاعي، حطيته على الرف بتاعه. كمان انا لزقت على رف البرطمانات اهو، اتمنى ان هو ينول اعجابكم وتجددوا مطبخكم زيي. دي فكره بسيطه، تكاليف بسيطه جدا. مع تحياتي رؤية قناة باقة افكار. شكرا.